ننتقل إلى خبر آخر أيضا في هذه الجولة ذو صلة. السيادي يتعهد بمحاسبة المتورطين في أحداث بورت سودان. أكد مجلس السيادة الانتقالي على أنه لا تهاون في أمر محاسبة المتورطين في الأحداث التي وقعت في مدينة بورت سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين، وراح ضحيتها نفر كريم من أبناء الولاية. واطلع عضو المجلس حسن الشيخ إدريس قاضي واللواء إبراهيم جابر على الأوضاع الأمنية بالمدينة وتطورات الأحداث. وشدد قاضي خلال مخاطبته قيادات وزعماء الإدارات الأهلية بقاعة السلام بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر على أولوية السلام ومحاسبة كل من يعمل ضده، واصفا الولاية بأنها كنز من كنوز السودان ومستودع الثروات الكامنة مما يستوجب المحافظة عليها والعمل على حمايتها وحماية إنسانها. وبالمقابل أعرب اللواء جابر خلال كلمته عن أسفه تجاه ما حدث، مشيرا إلى أن الجميع شركاء فيما تعرضت له أرواح الشهداء. وأيضا وزير الثقافة قام بدوره فيصل محمد صالح بدعوة لاستجعار المسؤولية تجاه البلاد والتصدي لدعاة الفتنة، وطالب الجميع بالعمل سويا للوصول إلى الديمقراطية المنشودة. وشدد جابر على أنه لا تهاون في محاسبة المتورطين في الأمر، داعيا قادة الإدارات الأهلية العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار في الولاية، بوصفهم أهل الحكمة والرأي والمشورة. هذا الخبر يؤكد الذين ساعدوا في انتشار فتيل الأزمة في شرق السودان يتم محاسبتهم وتفعيل القوانين اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث. وأنا في تقديري يجب أنه ينظر إلى مسألة الحسم وتفعيل القوانين بمنظار مقارب لاتفاق الجلد اللي اتعمل، اللي هو جبر الضرر وتقديم الديات للقتلى ورتق وتطيب الجراح. لأنه إذا 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 سألنا عن أنه الأزمة ليس وراءها مؤامرة وليس وراءها أجهزة استخبارات وليس وراءها تكتيك، وإن أزمة قبلية الناس بيعانوا كثيرا من في مشاكل في التنمية وفي التخلف وحتى في التعليم، وفي حساسيات مع بعضهم. أي مجمع تجمع قبلي رأى أنه التجمع الآخر يريد أن يسحب البساط منه فاشتعلت الأزمة. فنتمنى أنه الناس ما يتركوا القانون، لكن السيطرة أفضل من يعني نعول على الوعي. بص يا شيخ، يعني المجتمع السوداني بكل أطيافه يعني خارج ولاية البحر الأحمر يعني ما زال متفرج حتى الآن. يعني أي نوع من المبادرات التي نتوقعها يمكن أن تحدث خرق في هذه الإشكالات وتمهد بعد ذلك للسلم الاجتماعي؟ يعني إحنا في كل المدن والولايات الثانية مفروض نعمل شنو لأهلنا في بورت السودان؟ يعني الناس مفروض يعني تفتكر التقاصد تحدث عن المبادرات المجتمعية اللي ممكن يقوموا بها أشخاص في المجتمع سواء كانوا نجوم مجتمع أو حتى بعض القبائل والمكونات القبلية. نعم. أنا بفتكر أن المجتمع المدني واقف بيتفرج على حياة كثيرة جدا. المشاكل هناك مشاكل ثقافية، مشاكل الحرب الشائعات لأن المجتمعات التقليدية، مشاكل تعليم، مشاكل ثقافة. أنا بفتكر أنه ممكن في قوافل كثيرة جدا تتحرك حتى يعني بعيدا عن المكونين الأساسيين دين في شرق السودان، حتى يعني لأنه الاحتكاك وتقديم كثير جدا من الأعمال الثقافية ولا غيره الفنون يعني ممكن ممكن نقول أي نعم الناس مفروض يتفاعلوا. أنا بفتكر زمان الختمية وحدت بين الناس دين يعني. أنا بفتكر أنه حتى إنسان شرق السودان بمعاونة المركز بمعاونتنا نحن كلنا محتاجين لتوليفة توحد بين الناس، لكن في ظل تعدد الحركات واللي هي هتظهر في أحزاب والجواذب السياسية وغيرها مشاكل كثيرة. طيب أستاذ الشيخ، يعني رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك سوف تكون له جولة في بورت السودان ومن ثم ينتقل إلى كأس العموم، زيارة إلى شرق السودان. يعني أول حاجة الوقوف على هذه الأحداث، ما الذي نتوقعه من زيارة حمدوك لشرق السودان، خاصة وأن بورت السودان هي كنز السودان كما ذكر الخبر، يعني لأن الواجهة السياحية وكثير جدا من الاقتصاديات في ميناء بورت السودان أو غيرها، ما المطلوب منهم؟ وحمدوك يعني يمشي يتعرف، هي ذات فرصة للسيد رئيس الوزراء
يتعرف على إنسان الشرق ومكوناته وقيادات الشرق الأهلية، ومن خلاله يتلمس كثير جدا من القضايا اللي هي في غالبا هو حمدوك أصلا تخصصه في العلمي بيختص بالتنمية الريفية وتنمية البتاع. فأنا بفتكر أنه هو حيطلع على كثير جدا على أرض الواقع على المعلومات، وحيطلع أيضا على المينة ذاته الدخل المدخول اللي بيحققه للمركز، وعلى أنه هل النسبة التي خصصت للولاية كافية، خصصت لتنمية إنسان الولاية كافية أو غير، لأنه في كم حدث حتى في مناطق أخرى، مناطق بترول، مناطق كذا، مناطق كذا، حدث بتشعر من أنه الإنسان لا زال متخلفا في لأنه ما مستفيد من التنمية أو من نعم 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 نعم. أنا أفتكر أنه هو يعني حيطلع على كثير من الأشياء، حتأثر على الخطة ما بعد 200 يوم بيضعوها الاقتصادية يعني. نعم.